السلام عليكم. عندما يبدع شاعر في كتابة قصيدة، عندما يبدع رسام في رسم لوحة، عندما يبدع موسيقار في سيمفونية عظيمة، هنا هؤلاء الفنانين لا يعتمدون على قوى العقل أبدا، بل الموضوع بأكمله هذا الإبداع الفني إلى علاقة بالخيال، نسميه بالحدث. ولذلك هذه القوة هي اللي توجه هذا المجال الفني، لأن كما هو معروف أن المنطق العقلي الدقيق يعجز عن الإتيان بإبداع فني أو أدبي مهما كان. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي أنه كثير من المفكرين على مر التاريخ يعتقدون أنه مثل هذه القوى، يعني الحدث، تصلح أن تكون مرشد للبشرية في جميع الميادين، في ميدان العلم والمعرفة وغيرها، ولذلك هم ينكرون قدرة العقل في هذا الميدان أو يجعلون إلى مرتبة ثانوية. مثل هذا التفكير كان قديما موجود ولا يزال لحد اليوم، وهو عقبة في تقدم العلم. ولذلك كانت هذه أشهر حجة في محاربة العقل في عصور مختلفة في أماكن مختلفة، اللي هي قوة الحدث. يستنتجون أنه الحدث هو الذي يجب أن نرشدنا إلى الحقيقة وليس العقل. على سبيل المثال الإمام أبي حامد الغزالي يقسم لك المعرفة لثلاث أقسام، يقول أنه هناك معرفة حسية، وهناك معرفة عقلية، وهناك معرفة الذوقية اللي يسميها الصوفية. يرى أن المعرفة الصوفية هي الشيء الوحيد أو الوسيلة الوحيدة التي ممكن أن ترشدنا للحقيقة. يعني المعرفة الصوفية كيف نصل إليها؟ عن طريق الزهد، الورع، التقوى، التعبد لله، عن طريقها ممكن أن نصل. إذن عبد الغزالي معرفة حسية عن طريق الحواس، عن طريق السمع والبصر والذوق والشم واللمس ممكن أن نعرفها. المعرفة العقلية بمعنى المعرفة التي تستند على التأمل العقلي، ثم المعرفة الذوقية اللي هي الصوفية، المعرفة الصوفية. الإمام أبي حامد الغزالي أعلى من شأن المعرفة العقلية إذا نقارنها بالمعرفة الحسية، لكن مع ذلك هو لم يعلي من شأن المعرفة العقلية إذا قارنها بالمعرفة الصوفية. المعرفة الصوفية على من تعتمد؟ تعتمد على الحدس، على الإلهام، بمعنى أن المعرفة الإنسانية تقذف في النفس من قبل الله، من قبل الخالق، دون أي مقدمات، دون أي علل، دون أي أسباب، دون أي منطق. هنا يختلف أبي حامد الغزالي مع فلاسفة الإسلام الغالبية العظمى منهم، وعن كل القائلين بأن المعرفة العقلية، المعرفة الفلسفية أفضل من المعرفة الحدسية اللي يقولون بها الصوفيين، طبعا على رأسهم ابن سينا اللي يؤمن بالمعرفة العقلية. لذلك يقول الإمام أبي حامد الغزالي أن أفضل النوع البشري هو من أوتي الكمال في حدس القوة النظرية حتى استغنى عن العقل البشري أصلا. لذلك هذا الأمر عند الغزالي سوف نجد أن المعرفة الصوفية الذوقية عنده تأتي أولا، ثم يليها في الأهمية المعرفة الحسية والعقلية. إذن كلمة حدس عندما نتداولها الآن، عندما يسمعها المواطن سوف يتبادر إلى ذهنه كلمة تخمين أو تكهن. نعم، لكن هذه الكلمة يمكن أن تعطي معنى آخر في أذهاننا إذا حددنا مجالاتها المختلفة. فكلمة حدس ليست حكر على نوع معين أو مادة معينة، لا، مجالات أخرى، وهنا سوف يختلف اللفظ. يعني معاني اللفظ في كل هذه المجالات تشترك في سمة واحدة أساسية اللي راح نطرق لها، إنه المعرفة الحسية هي معرفة مباشرة، لا واسطة ولا خطوات ولا منطق ولا أدلة ولا أي شيء آخر. تعال أولا نقسمها، هناك حدس حسي كما ذكرنا بأكملها بطريقة مباشرة. ما هو الحدس الحسي؟
اللي هو ندركه من خلال السمع والبصر، اللي عندما أنا أرى هذا الميكروفون أمامي لونه رصاصي فأستنتج أنه لونه رصاصي بدون أن أدخل في عملية منطقية وفرضيات ونظريات، أو شخص يقول لي هذا رصاصي وأقول له نعم لا. هكذا يعني إدراك حسي عن طريق البصر، هاي أول نقطة. ثم هناك حدس في المجال العقلي اللي هو الوصول أو وصول العقل مباشرة إلى النتيجة المطلوبة. يعني عندما نأتي بالهندسة هناك طريقتين بالهندسة. الطريقة الأولى هو أن يفكر الإنسان في فرضية ويبدأ من هاي الفرضية تمارين وتحليلات وغيرها، والمفروض بعدين المطلوب إثباته، ويصير بخطوات متدرجة أخيرا ينتهي إلى البرهان، ينتهي إلى الحل. الثانية لا، هو ممكن أن يأتي الحل فجأة يهبط على العقل من أول لمحة بدون لا تحليل ولا تغير تدريجي حتى يصل إلى نتيجة. ما يستخدم أي خطوات متدرجة إلا فقط في التدوين، بمعنى الحل يهبط عليه ثم يبدأ يدون. مثلا يعني تذكرون أرخميدس عندما قال وجدتها، نزلت عليه الحدث ثم بعدين دون هاي الخطوات. بالحالة سوف يكون الحدث نوع من المعرفة التي لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى استنباط، بل تأتي مرة واحدة بصورة مكتملة تغنينا عن أي خطوات وسطى. فقط الخطوات هي عندما يأتي هذا الإلهام يتم التدوين. عندنا حدث أيضا في المجال العاطفي، هذا أيضا ما يحتاج إلى عقل. عندما يشعر المرء بالتعاطف أو التنافر مع أشخاص، ممكن يحب أشخاص من النظرة الأولى وممكن يكرههم من النظرة الأولى دون أن تكون عنده سابق معرفة. هذا الحدس ممكن نسميه الحاسة السادسة، وبطبيعة الحال ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ، ممكن أن تأيد الخبرة والتجربة ممكن ما تأيد. لذلك هو شعور أو عاطفة مباشرة يصدر فيها الحكم على الفور بدون خطوات بدون تدرج. ثم عندنا الحدس في المجال الصوفي، كما ضربنا مثل بالإمام أبي حامد الغزالي، حين يكون المتصوف لديه معرفة بالله تختلف عن كل المعرفة الاستدلالية والعقلية والفلسفية والعلمية المتدرجة التي تصل عن طريق فرضية ثم إلى براهين وغيرها، براهين عقلية. نعم المتصوف يشعر بحضور الله مباشرة فيه، ولذلك كما الحلاج وابن عربي والغزالي لربما يصل إلى الفناء في الذات الإلهية. الحلاج بالتحديد تذكره يعني اللي يريد يعرف هاي الأمور، فيصل إلى الفناء في الذات الإلهية في لحظات قليلة التي يستحيل أن نصفها بالكلام، مستحيل مهما أريد أن نصفها بالكلمات أو نكتب عنها ما نصل إليها، والتي يحس بها فقط الذي يدخل في هذه التجربة، الآخرين ما يحسون بها حتى وأن قال لهم ذكرها لهم بيّنها لهم. أيضا هذا كما ذكرنا معرفة مباشرة لا توجد بها براهين ولا توجد أدلة ولا منطق ولا أي شيء، وبالتالي سوف نتواصل مباشرة بطريق مخالف للطريق العقلي. وعندنا كما ذكرنا الحدس الفني، هذا اللي أشبه بالإلهام، عندما تأتي قصيدة للمتنبي في رأسه لا استدلال عقلي ولا كذا، أو مثلا التاسعة عند بيتهوفن، أو عندما يرسم لك دافينشي لوحة عظيمة أو غيرها. لذلك أهم ما يميزه هو الظهور المفاجئ والمباشر بشكل عمل فني، قصيدة شعرية، رواية، قصة وغيرها. هذا موجود أيضا أين؟ في ذهن الفنان. إذن هاي المعاني كلها تشترك في 9 عناصر أساسية يتميز بها الحدس، من حيث هو طريقة في معرفة الأشياء عن غيره من طرق المعرفة. أولا هو معرفة مباشرة، كما ذكرنا أن الصوفي وحده مهما يريد يشرح ما يستطيع أن الآخرين يحسون به، أو كما أرخميدس عندما قال وجدتها بلحظة واحدة الآخرين ما يعرفون بها. لذلك ما تحتاج إلى أي واسطة ولا تسير في تدريج أو ممكن ترتيب أو كذا من خطوة ثم ينتقل إلى خطوة أخرى. وأيضا هذا ينقلنا مباشرة إلى لب الموضوع الذي نريد أن نعرفه، بدلا أن يقدم لك أوصاف خارجية سطحية لهذا الموضوع، أو حتى ممكن يقتصر على معرفته من خلال ما يقارن بغيره من المواضيع. لا، يدخل في الصميم،
سواء كانت قصيدة أو حضور بين يدي الله أو غيرها من هذه الأمور. وأيضا هو معرفة فردية، بمعنى أنه لشخص واحد وليس لأشخاص يعني آخرين أو كثرة أو غيره، بحيث يتطلب تجربة من نوع خاص يصعب وصفها، يصعب نقلها للآخرين. يعني حتى في حالة الإدراك الحسي يستحيل، يعني حتى مثلا ما تراه العين أن تنقله إلى شخص آخر لم يرى هذا الشيء، صعب أن تنقله بوصف أمين جدا. لذلك يصعب هذه المعرفة نقلها أو تعليمها للآخرين، ويستحيل أن نعممها، هي فردية. على هذا الأساس كان هناك دائما من يتصور أنه طريقة المعرفة المثلى لدى الإنسان ليست هي طريقة استخدام البراهين والأدلة العقلية. اترك العقل واترك البراهين العقلية واترك الأدلة بأكملها، بل الحدس المباشر هذا الذي وصلنا إلى لب الحقيقة، إلى اللب الباطن للموضوع اللي يريد نعرفه، الحدس الصوفي. يعني إذا نأتي بلسان أبي حامد الغزالي، اترك العقل، الحدس. لماذا؟ لماذا هؤلاء أعداء العقل يتركونه ويأتون إلى الحدس؟ لأن العقل في نظرهم بعدة عيوب. أول عيب بالعقل أنه يسير دائما بخطوات متدرجة، خطوة بعد خطوة بعد خطوة. العقل ما يستطيع أن يتقدم خطوة إلا بعد أن يتأكد، فعندما يتأكد من الخطوة عن طريق البرهان من الخطوات السابقة ثم يتقدم خطوة للأمام. إذن العقل متدرج. العقل أيضا من ضمن عيوبه حسب هؤلاء أنه ما يعطينا معرفة إلا بالصفات المشتركة بين الأشياء، هذه الصفات التي لا يستطيع جميع أن يدركوها، ما يعني عموميات. العقل يعطيك أمور عمومية، والعقل مع ذلك ما يكشف لنا إلا عن العلاقات السطحية، لا يستطيع أن ينفذ بها إلى الجوهر، كما تلاحظ أن الصوفي ممكن أن ينفذ إلى ذات الله، العقل ما يستطيع بهذه الأمور. العقل هناك ظواهر ويعممها ويقارنها ببقية الأشياء ويعطيك إياها. إذن سوف يصبح الحدس عند أصحاب هذا الاتجاه المعادين للعقل قوة مضادة للعقل. هنا ينبغي أن ننتبه لهذا الخطأ الكبير جدا. ولكن مع ذلك من حسن الحظ أنه ليس جميع أتباع الحدس هم خصوم العقل. هناك مفكرين، هناك فلاسفة يدافعون عن الحدس على اعتبار قوة مكملة للعقل ولا تتعارض مع العقل، بل أن الحدث ممكن أن يتوج جهود العقل ويستطيع أن يدفع العقل إلى قوة أبعد مما يستطيع هو بمفرده. هذه نظرة إلى الحدث ليست عقبة في طريق التفكير العلمي، لا، العقبة مع الذين يرفضون العقل ويقولون بالحدث كما الغزالي. لذلك العقبة الحقيقية أمام هؤلاء الناس، العقبة الحقيقية هي في أولئك الذين ينكرون دور العقل أو حتى يقللون من أهميته. لحساب من؟ لحساب الحدس. يعني توجد أمثلة كثيرة لهؤلاء المفكرين على مر التاريخ، كان رأيهم يختلف طبعا حسب العصر اللي يعيشون به، حسب الدور اللي يؤدي العقل، العقل خصمهم الأول، حسب العصر كما ذكرنا اللي يعيشون به. لذلك موجودين هم في كل العصور لحد الآن، موجودين في كتابات هؤلاء الذين يعادون العقل ويقللون من شأن العقل ويقللون من نتائج العقل، ولا هدف لهم إلا أن يثبتوا قصور المعرفة البشرية وعجز العلم عن طريق العقل أن يأتي لنا أو يوصلنا إلى معرفة حقيقة الأشياء. ولذلك خصوم العقل يبدؤون مثلا في استنتاج منطقي، يبدؤون من حقيقة أو من مقدمة صحيحة، بعد أن يبدأون من مقدمة صحيحة سوف يستنتجون من عندها نتيجة باطلة. مثلا يبدأون المقدمة صحيحة اللي هي تقول أن العقل ما زال عاجز عن كشف كثير من أسرار الكون. صح، هناك أمور كثيرة لا يستطيع العقل الآن أن يعني يعطينا بها جواب واضح، مثل بداية نشأة الحياة على الأرض، نشأة الكون، الطاقة المنظمة، وهكذا أمور كثيرة العقل من أسرار الكون ما يستطيع أن يعطينا جواب بها. إذن هناك مشكلات كثيرة يعجز العقل عن حلها، بالتالي سوف نصل إلى نتيجة، بعدنا ما وصل للنتيجة العفو، لحد الآن نحن بالمقدمة،
بالتالي العقل قدرته محدودة. هاي المقدمة. النتيجة ما هي؟ سوف يصلون إلى النتيجة أن العقل بطبيعته عاجز، وأن العقل سيظل إلى الأبد قوة محدودة قاصرة. من ثم فلا بد من الاعتماد على قوة أخرى غير قوة العقل حتى نصل إلى الحقيقة. هذا أسلوب نستطيع أن نقول عنه مخادع، لأنه فقط كل همه يهاجم العقل، وللأسف ينطلي على الكثيرين. لماذا؟ لأنهم يجدون المقدمة صحيحة والشواهد تأيدها بالفعل، كما ذكرت أمثلة عديدة. العقل ما يستطيع أن الآن مثل ممكن يعطيك عليها أجوبة، فلذلك يصرون أن النتيجة المترتبة عليها صحيحة، ولا بد أن تكون صحيحة. بالتالي ما الذي سوف يحدث؟ سوف يفقدون ثقتهم بهذا العقل، من حيث هو أداة لاكتساب المعرفة، ومن حيث هو أداة لبلوغ الحقيقة. وكما ذكرت، هذا استنتاج باطل من أساسه. وبالتالي ما نلمس حول من عجز العقل عن حل مشكلات كبيرة لا يثبت على الإطلاق أن العقل في حد ذاته قاصر. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الحجة الباطلة ينكرون تماما دور العقل في التاريخ، سواء في الماضي أم في الحاضر أم حتى في المستقبل. يعني على سبيل المثال، عندما تأتي التاريخ البشرية، ارجع قبل 500 عام مثلا، هل تجدها هي نفس ما عليه الآن؟ ممكن تعدد الإنجازات اللي حققها العقل قبل 500 سنة؟ ليس لها أول ولا ليس لها آخر، ليس قبل 500 سنة. فقط لو قارنت قبل 100 عام، قبل قرن، وقارن بالحالة الراهنة، وشوف العقل ما الذي غير من وجه الكرة الأرضية ومن حياتنا، سوف تجد أنه تغيير تام، له أول وليس له آخر، قياسا بالمقاييس التاريخية 100 عام لا شيء، فترة قصيرة جدا. لاحظوا أنه خلال 100 عام، بل 50 عام، آخر 50 عام العلم قدم خطوات رهيبة. لذلك أي شخص خلي يراجع سجل الإنجازات العقلية بالماضي سوف ويقارنها بالحرف، سوف يثبت أن العقل حقق أشياء ضخمة للبشرية لا يمكن جحدها. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا العقل اللي حقق كل هذه العلوم قوة محدودة قاصرة كما يصوروا أصحاب الحدس. صحيح العقل لا زال يجهل الكثير، كان سابقا يجهل الكثير من الأمور، استطاع التوصل إليها ولا زال يجهل الكثير من الأمور. هذه هي طبيعة الحياة، طبيعة العالم. نعم العقل ما زال يجهل الكثير، لكنه أفضل أداة نستطيع من خلالها أن نعرف عالمنا، أن نسيطر على مشاكلنا، أن نسيطر على الطبيعة. إذن بفضل هذه الأداة حققنا أشياء رائعة، تغلبنا على مشكلات. هذه المشكلات كانت في الماضي يعني أحلام أو بالخيال أو قصص أو سحر، مثل البساط السحري اللي ينتقل به على الدين ما أعرف من مكان إلى مكان هو طاير، تحققت بالواقع. صعد للقمر الإنسان وللمريخ وغيرها بأكملها، لم تكن موجودة حتى بالخيال. لذلك هذا العقل يواصل مسيره، صح يخطئ أحيانا ويصيب أحيان كثيرة، لكن الحصيلة العامة لمسيرة العقل تفضل ما موجود عندنا من انترنت وكهرباء ومن تقدم في الطب وفي المجالات بأكملها الاقتصادية والحياتية بأكملها. يعني عندما ترجع للقرون الأربعة المضت، ولماذا بالتحديد القرون الأربعة؟ لأن العقل بدأ من ديكارت، يعني بالتحديد من عهد ديكارت، عندما دعا إلى أنه العقل هو الذي يستطيع أن يدلنا على معرفة حقيقية الأشياء. فعندما قارن القرون الأربعة اللي استخدم بها الإنسان عقله أداة لبلوغ المعرفة، يعني من القرن السابع عشر تعال حد القرن العشرين، وقارنها بين الـ 17 قرن اللي سبقت ديكارت، اللي كانت أداة المعرفة ليست العقلية، الحدس أو غيرها من هذه الأمور اللي يدعون إلى خصوم العقل، قارن بين هاي وهاي، سوف تجد أنه الموضوع كبير جدا. وسوف تجد أنه قضية إنكار العقل لمجرد أنه لم يستطيع أن يحصل على إجابة لكل الأسئلة، هاي قضية خاسرة من الأساس. نعم خصوم العقل كما ذكرت ليس جميعهم يتخذون هذا الموقف المعادل للعقل،
بل هناك منهم من يحاولون أن يصبغوا الحدس هاي الملكة اللي يدافعون عنها واللي هي هذه اللي يعتبرناها ضد العقل، يصبغوها بصبغة أكثر تعمق ويضيفون بالتالي عليها بعض الأمور، وبالتالي سوف تكون مهاجمتهم للعقل تتخذ طابع منطقي. وبغض النظر عن التناقض الواضح في مهاجمة العقل بأي طريقة، بغض النظر عن هذا التناقض، لكنها تعتمد على منطق سليم، يعني بمعنى أنه تعتمد على منهج عقلي. وبالتالي رأي هؤلاء بدورة، وإن كان يدعو إلى الاحترام والأخذ به وليس يعني هكذا الكلام، هو بالحقيقة عندما تضع تحت المجال سوف تجد أنه ما يقل تهافت عن اللي يقولون أنه الحدس هو دليلنا إلى المعرفة. يعني بالتحديد إذا أريد نضرب مثل عن هذا الموقف، هؤلاء اللي ما ينكرون العقل تماما لكن يعلنون مشان الحدس، سوف نجد الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون. هنري بيركسون اللي توفى تقريبا في أربعينيات القرن الماضي، هذا اللي عاش في وقت شاهد انتصارات عظيمة للعقل منذ بداية القرن العشرين. لذلك هذا الفيلسوف، وتحدثت عنه بحلقات كثيرة، دافع الفيلسوف هنري بيركسون بحماسة فائقة عن الحدس الذي هو نظير العقل، أو ممكن يتميز عن العقل حسب هنري بيركسون، واللي قادر إلى النفاذ إلى عمق الأشياء، وبالتالي ممكن أن يوصلنا إلى ما هو فريد ومخفي في كل الأشياء. طيب ماذا العقل؟ العقل ما يكشف لنا إلا الأمور السطحية، السطح الظاهر للأشياء يكشف لنا إياه. والدليل على ذلك أن العقل يستخدم لغة رياضية، والرياضيات لا تتضمن إلا تجريدات شديدة العمومية. هذا الكلام كله لبيركسون. إذن العقل يقدم إلينا معارفة بعموميات، يقدم لنا صفات عامة للأشياء، وبالتالي هو يجرد موضوعاته من مضمونها الحي الملموس فيقوم بتحويلها إلى صيغ أرقام معادلات باردة لا نستطيع أن نشعر بها. إذن الفرق بين معرفة الحدس ومعرفة العقل هي أشبه بالفرق بين الإنسان النابض بالحياة وبين هيكل العظمي. الحدس هو الإنسان النابض بالحياة، هيكل العظمي هو العقل، يعني هكذا المثل يضربه. ولذلك الفيلسوف هنري بيركسون ما ينكر العلم المعتمد على العقل أبدا، بل يراه غير كافي لمعرفة الحقيقة، ويضع إلى جواره الحدس اللي اعتقد أنه أكثر معرفة من العقل. إذن المشكلة في هذا النوع حسب نقاد لي بيركسون وغيره، المشكلة في بيركسون هو أن وأمثاله يخطئون في مقتضيات الحياة الشخصية، يربط لك التجارب الشخصية مثل الفن، مثل الشعر، مثل الموسيقى التي تعتمد على الحدس، تعتمد على الإلهام، ويربط لك إياها بين المعرفة العلمية. ما يميزون بين أمور شخصية تأتي إلهام للشخص فيكتبن قصيدة عظيمة كما المتنبي، أو سيمفونية عظيمة كما بيتهوفن التاسعة، وبين مقتضيات المعرفة العلمية. نعم بيتهوفن حدس، المتنبي حدس، فانكوخ حدس، لكن عندما تأتي إلى المقتضيات الأمور العلمية هاي بيكملها عقل. لذلك كل ما يقول بيركسون صحيح، لكن ليس في مجال غير المجال الفني، لأن المجال الفني يعتمد على تجربة شخصية، مثل حتى تجربة حب بين إنسان وبين مرأة، تجربة عاطفية سوف يكون الحدس فيها أساسي وليس العقل. لأنني لا أريد أن أعرف معلومات مثلا أدرس هذا الشخص كما أدرس أي مادة رياضية، لا، اللي يهمني أنه أحس به كإنسان أحبه ويحس به. هاي ما تتعمم على العلم. كما ذكرت الحدس، الحس بالآخرين، العاطفة عند الشعراء، عند الفنانين، موضوعات مهمة جدا لأعمالهم، بل أن هؤلاء بأكملهم يمرون بتجارب فنية. فالشكسبير عندما يكتب مسرحية وغيرها هذا ليس لها علاقة بالعقل،
بل لها علاقة بالإلهام. يعني عندما تنظر مثلا إلى شجرة وتأتي إلى شاعر يصفها بوصف رائع جدا، طيب ما احنا يوميا نشاهد الأشجار، لماذا لا يمر هذا الوصف في رؤوسنا؟ وبالتالي يا هنري بريكسون، هذا الشاعر اللي يكتب قصيدة عن الشجرة، يجب أن نفرق بينه وبين عالم الأحياء، عالم الأحياء الذي مثلا يشرح لك هذه الشجرة ويصف خصائصها العامة ويحدد فصيلتها النباتية. هذا يجب أن نعتمد على العلم، عالم النبات، عالم الأحياء يعتمد على أمور ما يعتمد عليها الشاعر. فلذلك الشاعر يعتمد على الحدس والإلهام من أجل أن نصف هذه الشجرة، العالم يعتمد على العقل. إذن كان الفيلسوف بروكسون وغيره كثيرين من أنصار الحدس يتحدثون بالفعل عن نوع خاص من المعرفة ينطبق على مجالات معينة. لذلك الإنسان يحتاج إلى في مواقف معينة، عندما يريد يكتب قصيدة، عندما يريد يألف سيمفونية، عندما يريد يرسم لوحة. فالمشكلة هم يقارنون بين هذا النوع من المعرفة وبين المعرفة العقلية في العلم، يتهمون العلم بالتقصير اعتمادا على المعرفة الحدسية أنه هي أعمق، ولذلك كان المفروض يقتصرون على مجال فقط. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج بالفعل إلى كلا هذين النوعين، كل في مجاله. لذلك يكفينا نحن البشر أن نتخيل ماذا ستكون عليه الحياة لو اختلينا عن العقل منذ فجر البشرية وفقط اتبعنا الحدس، فقط اتبع الحدس. تخيلوا هل سوف نتطور ونصل إلى تلك المراحل العظيمة من التقدم العقلي وغيره؟ مؤكد سوف تتعمق أحاسيسنا، سوف الفن يزداد عظمة، سوف، لكن مع ذلك سوف نخسر كثير من الأمور العقلية. لا نستطيع أن نسيطر على العالم وعلى الطبيعة، لأنه الحياة الذهنية والحياة المادية سوف تصبح هزيلة جدا، سوف يملأها فراغ بسبب قصور العقل. وأيضا لو كانت الحياة تخلو من الحدس وتخلو من التجارب الشخصية أيضا سوف تكون صعبة. لما قرأنا مسرحيات شكسبير ورواية دوستويفسكي وأعمال فان كوخ وسمفونيات موزارت وأشعار نزار قباني، أبدا. يعني إذا سوف يفقد الإنسان المتعة في هذه الحياة. لابد من الاثنين، اللي حدث هو أن الإنسان صار في الطريقين معا. اختار الإنسان لحياته مسار مزدوج يعكس حكمة عميقة جدا. الإنسان صار في طريقين، طريق حدس وطريق عقل. الحدس للأمور الفنية، العقل لبقية الأمور العقلية وغيرها. أخيرا ونختم، اتهام العقل بالعجز عن أداء وظيفته اللي أديها الحدس هو اتهام لا مبرر له، وهو خلط بين ميدان وميدان. العلم المرتكز على العقل شكل ضروري ومهم من أشكال المعرفة، مهاجمته باسم الحدس كما فعل الإمام الغزالي هي خلق عالم بلا عقل، يعني وفقط نعتمد على مستوى من العلاقات الشخصية، كما أن الإنسان بينه وبين ربه ممكن تحل به روح القدس أو غيرها من هذه الأمور، يعني ممكن تجارب الإلهية وغيرها. إذا الإنسان محتاج العاطفة، محتاج العقل. الخطأ ما يكون في تأكيد أي من هذين الحالتين، بحيث نأكد العقل ونلغي الحدس أو نأكد الحدس ونلغي العقل، بل أنه نحاول أن نطبق كلا الأمرين، لكن كل في مجال الخاص بدون أن ننتقد مجال عن مجال آخر. انتهت حلقة اليوم، وشكرا لكم.